موسيقية. منتخبنا الوطني المصري في اول 24 دقيقة بيعزف عزف ما فيش اجمل من كده. وادي الثالث، ادي الثالث وائل جمعه. وائل جمعه بيفتتح اهدافه في هذه الكلام. يا وائل يا سلام يا معلم، الكل سعيد والضحكه حلوه، الضحك الاخضر. ادي الكوره، الكوره عايزه تختمنا والكوره طوع، لان منتخبنا الوطني المصري بيقدم كل فنون الكوره في اول 25 دقيقه من عمر وزمن اللقاء. 3 لا شيء، واجمل 25 دقيقه شفناها وتابعناها من